يقول السائل: لقد جامعت في شهر رمضان ولكن لم أنزل، وكنت أعتقد أن الجماع هو الإنزال، فهل علي شيء في ذلك جزاكم الله خيرا؟ نعم، إذا كان جامع في الفرج وأولج في الفرج عليه الكفارة ولو لم ينزل، عليه الكفارة ولو لم ينزل، لأنه حصل الجماع، وهي عتق رقبة، فإن لم يجد فإنه يصوم شهرين متتابعين مع قضاء اليوم الذي جامع فيه.